دلوقتي معانا تقرير عن قصة سارة هيثم مع البغبغانات. سارة خريجة جامعة عندها شغف كبير جدا بالطيور والحيوانات منذ الطفولة، مع الوقت أصبحت مهتمة جدا جدا بتربية البغبغانات في البيت عندها، وكمان بتعمل عدد كبير من الفيديوهات عن توعية الجميع بتربية هذا النوع النادر من الطيور. خلينا نشوف. تتجول 10 ببغاوات بحرية مطلقة في منزل سارة هيثم وأقفاصها مفتوحة، وتنصت باهتمام للفتاة التي تربيها وهي تغني لها. سارة هيثم خريجة جامعية ولديها شغف بالطيور والحيوانات منذ طفولتها المبكرة، حين أرسلتها والدتها إلى أخصائية في تدريب الببغاوات. وفي عام 2017 أصرت سارة على إحضار ببغاوات لمنزل أسرتها لتتولى رعايتها وتدريبها ولتعلم أصحاب الببغاوات الآخرين كيفية التعامل معها، وانتقلت الفتاة بعد ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتنشر الوعي بخصوص الببغاوات والممارسات الجيدة عند تربيتها. علاقة الببغاوات بالجونة بالنسبة لي إنهم حاجتين أنا بحب أعملهم، يعني بحب إن أنا أقعد معاهم، فبالتالي ساعات كنا بنقعد نغني بنعمل حاجات، ولقيت إن هما بيحبوا قوي يسمعوا حاجات، والعكس عندهم ذوق اللي هو في حاجات بيحبوها في حاجات لأ مش بيبقوا مهتمين. مامتي خلفت أخويا، كانت خايفة إن أنا أغير منه أو أبقى اهتمامي كله بيه أو كده، فكانت حابة إن هي تخلي اهتمامي بحاجة تانية. فوقتها رحت الدكتورة، كانت هي ساعتها بتمرن بغبغانات، بتساعدهم إن بتساعد الأطفال اللي عندها احتياجات خاصة إن هي تخش المجتمع عن طريق البغبغانات والطيور، وأنا رحت عشان أتعلم إزاي أتعامل معاهم وتمرنهم وكده. وبس من ساعتها ابتديت بقى أحب البغبغانات والحاجات دي والحيوانات عامة، يعني من وأنا صغيرة أي حيوانات بحبها كلها كلها بمعنى كلها. أنا نفسي قوي إن كل الناس اللي بتربي بغبغانات أو حيوانات يبقوا عارفين قبل ما يجيبوا الكائن ده هما داخلين على إيه، مش بس بنجيب حيوانات وخلاص. فنفسي قوي إن أوصل له إن الناس كلها يبقى عندها الوعي إن هي تقرأ كويس قوي، إن هي تعرف إزاي تتعامل معاهم التعامل الصح، مش بتاع ان انا اجوعه عشان يجيلي اربطه من جناحاته عشان ما يطيرش مني عشان يفضل واقف معايا، لا بالعكس، ان ازاي نديله كامل الحريه ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها ويختار في الاخر ان هو يعمل اللي انا عايزاه عشان هو بيحبني او اللي احنا عايزينه عشان احنا عايشين مع بعض، صح؟ تنشر سارة مقاطع فيديو توثق يومياتها مع الببغاوات وهي تغني لها وتدربها، كما تقدم نصائح وإرشادات حول كيفية إطعامها والاعتناء بصحتها. وتأمل سارة في أن يسهم تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة من يربون الببغاوات على معاملتها وفهم احتياجاتها بشكل أفضل. وتوضح أنها تعلمت الكثير من الطيور والحيوانات، مشيرة إلى أنها تعلمت منها كيف تفهم الآخر دون أن يتكلم، كما تعلمت أيضاً الصبر والمسؤولية، باعتبار أن لديها 10 ببغاوات وأن هذه الطيور تحتاج رعاية كالأطفال.